يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأفضل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من هريا أنهد.